الشوط الثاني 4 دقائق، وهناك حمزة الدردور وتنفيذ، يا سلام، كرة خطيرة، كرة خطيرة، الحارس المبدع صالح مسعد يبعد كرة هدف محقق. محمد القصاص صاحب اللقطة الماضية، كرة في النعم، الرمثة من جديد، مصعب اللحام بيعدي وبيسدد، كرة ترتد من حارس المرمى على دفعتين، على دفعتين صلاح مسعد. شاهدوا الكرة من محمد القصاص بقدمه اليسرى، الطيران الرائع، الحركة التلفزيونية، لكن بقوة لحارس المرمى صلاح مسعد ينقذ مرماه من هدف أكيد.